السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير في نشرتنا الجوية لهذا المساء أجواءنا اليوم أجواء معتدلة بشكل عام ولكن هناك في نشاط نسبي في الرياح الشمالية الغربية قد تتجاوز سرعة الرياح في بعض المناطق الأربعين كيلو متر في الساعة مما تؤدي إلى إثارة بعض الأتربة خاصة على المناطق المكشوفة من باشر تبدأ الأجواء في التحسن إن شاء الله وراح تستمر ويانا الرياح المعتدلة أما الآن أجواءنا في مدينة الكويت السماء صافية استمرار رياح شمالية الغربية سرعتها 27 كيلو متر في الساعة درجة الحرارة الحالية 27 رطوبة نسبية 24% الرؤية الأفقية إلى الآن في مدينة الكويت جيدة تتجاوز العشرة كيلو متر آخر تحديثات صور الأغمار الصناعية تشير أن الأجواء مستقرة وذلك بسبب تقدم المرتفع الجوي من جهة الشمال الغربي من الجزيرة العربية مع كتلة هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى استقرار الطقس في أغلب مناطق المناطق الشماليه من المملكه العربيه السعوديه وكذلك دوله الكويت. مع بدايه دخول مساء يوم الغد راح يبدا تقدم منخفض جوي مع تقلب الرياح وتحول الرياح الى رياح جنوبيه شرقيه. تؤدي الى زياده نسبه الرطوبه في الجو كذلك تكون بعض السحب وفرص لامطار متفرقه ابتداء من مساء يوم الاربعاء تستمر ويانا خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، نشاط في الرياح راح يستمر خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، وتتراوح سرعة الرياح ما بين 20 إلى 45 كم في الساعة. أما أجواءنا الليلة بمشيئة الله أجواء معتدلة بشكل عام، استمرار في الرياح الشمالية الغربية. معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة على المناطق البحرية والمناطق الجنوبية من البحر قد تصل إلى 40 كيلومتر في الساعة درجات الحراره متراوحه ما بين 17 الى 18 درجه مئويه في المناطق الصحراويه وكذلك ما بين 20 الى 19 درجه مئويه في المناطق الساحليه مع بدايه دخول ساعات الصباح الاولى راح نلاحظ انخفاض نسبي في درجات الحراره استمرار في الاجواء الصافيه مع استمرار في الرياح الشماليه الغربيه قد تتحول لرياح متقلبه الاتجاه خفيفه السرعه ولكن على البحر راح تستمر نشاط في الرياح متوقع ان يتراوح ارتفاع الموج من ثلاثه الى سته قدم خصوصا في جزيره فيليش وكذلك جون الكويت. ايضا في متوقع ان تتراوح درجات الحراره العظمى في نهار الغد, الغد ما بين 26 و 27 درجه مئويه في المناطق الصحراويه، كذلك شمال البلاد في منطقه العبد 27 جنوبا في الوفره 26. جزرنا الجنوبيه راح تتراوح ما بين 21 و 22 في جارو وكبر من المرادم. الاجواء راح تكون صافيه في نهار الغد مع استمرار الرياح الشماليه الغربيه. خفيفه الى معتدله السرعه من 15 الى 35 كيلومتر في الساعه مع بدايه دخول الليل تبدا الاجواء بالتحسن وتكاثر في السحب خاصه من منتصف البلاد والمناطق الجنوبيه متوقع ان تتراوح درجات الحراره ما بين الـ 21 الى 22 درجه مئويه في بعض المناطق المناطق الساحليه بشكل عام من 20 الى 21 شمال البلاد في العبد ل 21 درجه مئويه. الاجواء البحريه بشكل عام اجواء معتدله هناك نشاط نسبي في الرياح متوقع أن يؤثر على ارتفاع الموج قد يصل الى سته اقدام. التيارات المائيه لا تزال ضعيفه في فترات الفساد، المد الاول الساعه 7 و دقيقه صباحا، المد الثاني 5 و35 مساء، الجزر الاول في منتصف الليل 12:30 ونص. الجزر الثاني في مساء يوم الغد 12:20 و دقيقه. هذا الفجر بمشيئه الله. حسب التوقيت المحلي في مدينه الكويت 4 و12 دقيقه موعد شروق الشمس 5 و35 موعد اذان المغرب الساعه 6 8 دقائق الطقس المتوقع لمدينه الكويت خلال خمس ايام المقبله بمشيئه الله اجواء معتدله وتتقلب الى اجواء نشطة في الرياح مغبرة في بعض الأحيان وكذلك تكاثر في بعض السحب خاصة في يوم الخميس والجمعة فرص لأمطار متفرقة خفيفة على بعض مناطق البلاد درجات الحراره راح نلاحظ أن في عطله نهايه هذا الاسبوع وراح توصل في الثلاثينات العظمى خاصه في يوم الجمعه 33 مع استمرار رياح الجنوبيه الشرقيه اللي دائما ترفع درجات الحراره ويانا. درجات حرارة صوره متراوحه ما بين 20 و 19 درجه مئويه مع استمرار رياح الكوس خلال الايام القليله القادمه. اعزائي المشاهدين اشكركم على حسن المتابعه والان ناخذكم في جوله مع درجات الحراره في بعض العواصم العربيه والعالميه.